ربي بالعام. لك شبكي شبكي، ما دخلك، انا والبنات اصطفي. الله يستر عليك، استري علينا وبلا فضايح. خلص السيرة بلا تقبشي قلبي، وحياتك لأعمل لك أحلى أكلة يبرق. ما بحب اليبرق وبدي أحكي مع البنات. هلا ما عدتي تحبي اليبرق؟ ها يا جماعة. هاي حبيبة قلبي، شو مو حافظين غيرها؟ شو هي؟ الهاي. هلا خلصينا أم طارق، قلي لي شو في؟ وين الفصعونة؟ يا علينا لسه بدنا ننطر فصعونة. هاي باي. لك وي باي، تعي لهون. انا ما صدقت شرفتي جنابك، عاوزتك بموضوع ضروري كلياتكم، بدي انهيه على الحارك. فايتين على اوضه الضيوف، فوتوا قدامي، وانت بالذات لا تقاطعينا. قوموا يا بنات، يلا بدنا نشوف شو بدك. يا الله منك يا ام طارق، شو رح يكون موقفي قدام البنات هلا؟ شو بدهم يقولوا عني؟ يا رب ما يوافقوا، خلي ام طارق تتشاكر. طيب وليش ما يوافق؟ كمان أنا بدي أشوف حياتي. مين على الباب؟ أنا أبو فادي. يلا أجيب. أهلين أبو فادي، خير إن شاء الله؟ صار شي جديد؟ لا ما في أي شي، بس تعرفي عم بعمل جولة، كنت كالعادة مرقت من هون بمرق بتطمن، بركي أنت صار معك شي جديد. تطمن عليك العافية. لا والله ما صار شي جديد. إيه الحمد لله الحمد لله. دكي ستيفة، أنا صراحة كنت حاب أحكي معك موضوع. إيه تفضل نحكي جوا على رواق، ما حلوة هون نحكي على الباب. بس أنا يعني ما حلو يفوت وما يكون في حدا أو الله يسامحك، يعني مين قال لك ما في حدا بالبيت؟ البنات كلهم جوا، وعنا أم طارق كمان. ايه تفضل تفضل، يعني معقول احرجك وما يكون في حدا بالبيت؟ الله يسامحك. بعرف والله بعرف. لو سهلا تفضل، نورت. والله مو عرفانة منين بدي بلش. بلشي من وين ما بدك، المهم احكي اي شيء. بدنا نعرف شو سبب هالاجتماع. ليكون ببيهيفو في شيء. ها ها، هون حطنا الجمال خالدكم. شباب بتتذكروا الكابوس يلي شفتوه كلكم امبارح؟ ايه. هذا مو كابوس. لكن شو طارق، يعني انت شو عرفك انه احنا امبارح شفنا كابوس؟ لتكون انتي حكت لك شيء. طب يلا احكي لنا شو القصة. القصة وما فيها إنه يلي شفتوه مبارح مو كابوس، هذا كان حقيقة، وخالدكم هي اللي عملت هيك فيكم لحتى تربيكم وتعملكم فركة إذن. فركة إذن؟ أي نعم، لأنه عرفت شو عملتوا بالعريس المرحوم. يعني خالتي درياني؟ وساكتة؟ معناتها أنا عن جد شفتها لبيبي هيفو بهديك الحالة. هلا هي عملت هيك مشان تقلكن انه اللي عملتوه انتو مو صح، وانه هي كاشفتكن. اذا انتو ما كنتو موافقين على العريس كنتو قولوا لا ما منا موافقين، ما بدك كل هالحركات اللي عملتوها. اصلا هي كانت بدها تتجوز كرمالكن انتو مشان تحسنلكن عيشتكن، وهلا خالدكن زعلانة كتير 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 زعلانة. يا الله يا حبيبتي يا خالتي، وكل هادو نحنا ما منا حاسين. يا حرام يا هيفو، احنا لازم نشوفها مصالحة. على فكرة خالدكم شالت فكرة الزواج نهائيا من بالها، وقال رح تبقى هيك بس كرمالكم.